بتقول العدل منصور؟ والله نشكره بصراحة عن المجهود اللي هو عمله، وخد بالك ولما مسكها كانت خربانة. تحب تقول ايه العدل منصور؟ مش عايز اقول حاجة. تحب تقول ايه العدل منصور؟ ولا حاجة. ايه؟ ولا حاجة. المنصور اقول له كتر الف خيرك اللي انت عديت بينا المرحلة الجميلة الصعبة ديت. اقول له الف الف شكر. بجد انت كنت قد المسؤولية واثبتت وجودك، الشعب المصري كله بيقول لك الف الف شكر. لا يا عم ما تحبش، لا اقول ما تحبش عليه. عدلي منصور، هو عدلي منصور اللي ماسك ولا السيسي؟ انا اقول لا عدلي، ما خلاص كده موضوعه خلص دلوقتي، في رئيس صح؟ عدلي يعني خلاص الموضوع خلص كده. انت محتاج حاجة تاني من عدلي؟ اقول انت عديت دورك، انت واخد بالك بايه؟ بشكل غير محترم. بس كده. قول له كتر الف الف خيرك لانك انت فعلا عديت بالبلد. قول لي مين لعدلي منصور مين؟ اقول السيسي. معلش السيسي حبيبنا وروحنا بص ربنا ينصرهم ويحفظهم. طب عدلي منصور. طب قول لي عدلي منصور. ما اعرفش اللي هو الحاج الكبير ده، اقول دي يشكر وهو صانها وحفظها وربنا يحفظه. وما عملش اي حاجه الراجل، هو فوت كل الصلاحات لرئيس مجلس الوزراء، هو ما عملش اي قرارات. ايه القرارات اللي اتخذها في عهده يعني؟ مين عدلي منصور؟ رئيس الجمهوريه. اقول له ايه؟ اقول له مع السلامه وكفايه كده، السيسي جاي بقى المرحله اللي جايه، وسيب اللي جاي للسيسي وكفايه ليك كده. اقول له شكرا. بس انت عايز نقول له ايه؟ اللي انت عايزه. الله الله يعينه بقى على اللي فات. بس كده. الله يعينه على اللي فات ولا يعيننا على اللي جاي ان شاء الله. اقول الدنيا خربانه والناس مش هتعمل حاجه، غير كده مش هتقدر اقول حاجه. بس الدنيا خربانه ومش هيعملوا حاجه. هي اتبنت على الكدب، هتنتهي على الكدب. قالوا متشكرين جدا. راجل بصراحه محترم جدا وادى دوره باحترام مفيش بعد كده تاني. 100 100 100 100 عادل منصور مين بقى؟ لا عادل منصور زي العسل. والسيسي عادل منصور ده راجل محترم نزيه، يعني راجل نزيه ومحافظ على البلد وجدع ومحترم، راجل محترم. اقول له شكرا على الفتره اللي هو قضاها، راجل محترم وراجل قضاها باقتدار يعني. ماليش انا في الكلام ده صح، معلش. ربنا يعني يعينه في الفتره اللي هو ماسك فيها دي، بس بردك ملوش حس يعني، الوضع مش شايفين انه عمل حاجة. هل هو مستني لحد ما يجي السيسي ان هو يديله مقاليد الحكم ويدي وان هو يسيب له كل حاجة يعملها في البلد، ولا هل هو يعني مستني ايه؟ شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، لان الراجل ده راجل محترم وكان معانا في احلك ظروف. شكرا شكرا شكرا، من هنا لغاية 30 سنة فاتوا شفنا فيهم حسن مبارك. اقول له انت راجل عظيم جدا وأديت دورك كما يجب وأكتر، وربنا يبارك لك. زي ما حافظنا على حاجات كتير قوي كانت ممكن تحصل مش كويسة، هو راجل ما يتوصفش. تقول لي العدل منصور. لا ما ليش في الكلام ده.